بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ اتمنى الجميع يكون بخير دائما. طلاب الاعزاء، طلاب الصف الثاني الاعدادي، النهارده هنعمل زي مراجعة كده سريعة على اليونت 1. طبعا الجامعة بتاع اليونت 1 هو مشروح في فيديو خاص بيه بيزنس سيمبل، ببص عليه ان مش هتشرح في ضمن الفيديو. coming home يونت 1 توك اباوت كامينج هوم، بيتكلم على المجيء للمنزل. لسن 1 اند 2 يومي ديلي، روتين انترفيو مقابله او حوار، ويب سايت موقع على النت، سكيلز مهارات، اكتيفيتيز انشطه، هوبيز هوايات، انترستس اهتمامات، فري تايم وقت الفاضي او وقت الفراغ، بريكفاست الافطار، مسج رساله، ارتكل مقال، لانش الغداء، دينر العشاء، ميلز وجبات، كانتري دوله، هوسبيتال مستشفى، فلات شقه، بلوك عماره سكنيه. خد بالك من الكلمه دي كويس قوي، اللي هي كلمه عماره سكنيه بلوك اوف فلات، عشان بتيجي كتير جدا في الامتحانات. فريندز اصدقاء، بيرنس الوالدين، بيرسون شخص، بيبل الناس، امبورتنت مهم، فن متعة، تشيس شطرنج، هوليداي اجازة، ويك اند نهاية الاسبوع، سبورت رياضة، ميوزك موسيقى، صوفا كنبة، بريد خبز، بيكريز فرن او مخبز، وليها كلمة اسمها بيكري، لايف حياة، كم هوم يعود للمنزل، اكسرسايز مرين، سكول مدرسة، فيفورت فضل، سبجكت مادة، وي طريقة او طريق، سليب ينام. دي كيف وكاب او اهم الكلمات الموجودة عندك في الوحدة الاولى لسن 1 و 2. Irregular verbs أفعال غير منتظمة، come came bend spent see saw sleep slept. Reading about Mary. I am Mary. My daily routine is the same every school day. اسمها Mary وهي اليوم بتاعها روتيني هو اليوم المدرسي. I always get up at 6:30 in the morning. بتصحى الساعة 6:30 في الصباح. My mom always makes my breakfast. أمي دايما بتعمل لي الفطار بتاعي. I go to school by bus. بتروح المدرسة بالأتوبيس. With my friend مع صديقتها أو مع صديقي. دينا. Sometimes we listen to music. أحيانا بيستمع للموسيقى. My parents work at the hospital. والديها بيشتغلوا في مستشفى. They get home late. بيجوا البيت متأخر. So I often help them to make dinner. عشان كده هي دايما او غالبا بتساعد في صناعه العشاء. In the evening I do my homework, read on the sofa. في المساء بتعمل الواجب بتاعها وبتقرا على الكنبه. Watch TV and text my friends. وكمان بتشاهد التلفزيون وبتراسل اصدقائها. Then I go to bed. وبعد كده بتروح للسرير بتاعها. تعال نحل. Choose the correct answer from A, B, C or D. Our بيس اوف فلاتس، طبعا سامع حد بيقول لي مستر اسمها بلوك اوف فلاتس، برافو عليك هتبقى بلوك اوف فلاتس. نمبر 2 ا ميتنج تو جيت ا نيو جوب، او اجتماع بنحصل منه على وظيفه جديده، انترفيو، برافو عليك. اي هاف ا يوجوال واي تو دو ثينجز، انا حاجه دايما بعملها معتاده، ذيس از كولد روتين، برافو عليك. وي هاف ا سبيس روتين اسمها daily routine، برافو. come and sit on this، تعالى واقعد على هذه. for people can sit on it، بعض من الناس بيقدروا يقعدوا عليها، برافو عليك هتبقى صوف. هيجي حد يقول لي مستر طب ليه ما عملناهاش هنا كلمه armchair رغم ان armchair بنقعد عليها، اقول لك لا ده بيقول لك for people بعض من الناس. I saw احمد father on his، انا شفت ابو احمد على on his way على الطريق بتاعه. can you space my friend my mother for them for me. can you space my mother for me because my phone is not working.
تكست. ليه خدنا تكست؟ ان كلمه كل معناها يقتل، وبقول لك هل من الامكان حاجه والدتي ليا لان تليفوني مش شغال. دمج معناها دمر، تكست تيست معناها يختبر، وتكست معناها يراسل. ليتس بيس سم اكتيفيتيز ان ذا كلاب، ليتس دو. برافو. I need a partner. أنا عاوز شريك to play chess strong. I space to school. I don't use any transport. ما بستخدمش أي مواصلات. But I walk. بقيت بيذهب إلى المدرسة بدون مواصلات. But I walk. أنا بتمشى. We do many space in the club. برافو عليك. يبقى activities معناها أنشطة. Swim book and workbook exercise من كتاب المدرسي. I go to the bakery with my mother daily. برافو عليك. اللي هي معناها يومي. Number 16. Space in the opposite of different. حاجة تديك عكس كلمة مختلف. برافو. كلمة اسمها the same. Dinner is my favorite meal. العشاء هو وجبتي المفضلة. People always share their photos with friends on their blogs. Blogs معناها اللي هو المنشورات اللي بيكون على النت زي البوستز يعني. Egypt is the greatest. مصر بيكون أعظم دولة، بيكون أعظم دولة في أفريقيا. The children are sitting. الأطفال بيقعدوا على، يبقى عاوز حرف اللي هو أفريقيا على اللي هو اسمه إيه؟ on. تمام. Space is the opposite of different. حيناها فوق on the same. متعالى تاني. على المهم متعالى فوق تاني. I often help space dinner. يبقى make dinner. He says hard. هو بيذاكر بجد. That's why معناها لهذا السبب. خد بالك من الجملة دي. That's why معناها لهذا السبب. الجامعة عندنا بيتكلم على البيزنس سيمبل، شرحناه في فيديو خاص بيه. نعمل ريفيجن كده، أكويك ريفيجن عليه. قلنا بالتكوين information he و she و it، بنضيف للفعل s e s i s. They will we will you will I اللي هو rest pronoun بيت الضمائر عندك. verb plus infinitive فعل في المصدر. سؤال question do does plus subject plus verb plus infinitive. keywords always sometimes usually never often. بعد كده عندنا النيجاتيف النفي بنفي بايه؟ بdon't or doesn't. تعال نحل عليه شويه جمل. He speaks English every day. طبعا عندك كلمة دالة هي كلمة every، فبالتالي هناخد الفعل اللي فيه S يبقى الثالث. She doesn't does بيتبعها الفعل في المصدر، نبقى ناخد الفعل عندك go يذهب. They speak write letters. They don't. إن they بتاخد don't. She isn't it. عايز اقول لك مثلا ليه اخترنا هنا isn't ما خدناش doesn't، ان شي بتاخد doesn't. اقول لك ان كلمه ready هي صفه معناها مستعد، فبالتالي ناخد verb to be. He always space his bed. يبقى makes. برافو عليك. ان طبعا always كلمه داله وهي هنضيف الاس للفعل. هسيب لك انت بقى الباقي تكمله. listen 3 and 4. بيرزون سجن، ريلاوي سكة الحديد، لاين خط. هي بتيجي على بعضيها اسمها ريلاوي لاين، هتلاقيها في الكتاب كده معناها خط سكة الحديد. فور كوير انترستس اهتمامات. شير يشارك. اتراكتيف جذاب. اتراكتيف جذاب. لارج كبير او واسع. تيرابل سيء. فيد يطعم يعني بياكل حد. تاب سمبور أو حنفية. watermelon بطيخ. around حول. world العالم.
خد بالك من كلمة علم، village معناها قرية، profile لمحة عن حياة شخص، typical معناها نموذجي، cup فنجان، شوب محل. خد بالك من شوب ان الثانية لو قلبت الاس سي تبقى معناها يقطع، jobs وظائف، together معا، include يشمل ويتضمن، kind طيب، children أطفال، careful حريص، restaurant مطعم، bring يحضر، homework واجب مدرسي، outside الخارج، finally النهاية، end نهاية، street شارع، get home يعود للمنزل، adventures مغامرات، text message معناها رسالة نصية، dinner العشاء، garden حديقة، وفي كلمة بارك الحديقة العامة، knife سكينة. خد بالك إن الكلمة بتنطقش كلمة knife اللي هي السكينة، take away يبعد أو يأخذ لمكان بعيد، friend صديق، idea فكرة، beautiful جميل، potato chips شرائح البطاطس. الريجولار فيربس الأفعال غير المنتظمة، get got feed fed make made take took. ناخد بالنا إن الأفعال المنتظمة دي مهمة جدا ولازم نحفظ على الأقل الفعل أو التصريف التاني. Reading My name is Shahana, I am from India. اسمي شهانة من الهند. I live in a village with my parents. أنا عايشة في القرية مع والدي. My brother and my sister مع أخويا وأختي. I share a room with my sister بشارك الأوضة مع أختي. We all get up early كلنا بنصحى الصبح بدري. There is an outside tab at the end of the street where we live. إحنا في نهاية الشارع بتاعنا في حنفية في نهاية الشارع اللي عايشين فيه. My mom gets water from the tab every morning. أمي بتجيب المية هناك من حنفية كل صباح. Then we all have breakfast. بعد كده كلنا بنفطر. We have bread with a cup of tea. بنفطر مع يعني خبز أو رغيف خبز مع فنجان شاي. My dad works in a shop. أبويا شغال في محل. I have two jobs. أنا عندي وظيفتين to do when I get home from school. عندها وظيفتين بتعملهم أو حاجتين بتعملهم لما بتيجي من المدرسة. I feed the chickens. بتطعم أول حاجة الفراخ أو بتأكل الفراخ بتاعتهم. Then I help my mom make dinner. بعد كده بتساعد أمها تعمل العشاء. After dinner I do my homework. بعد كده بتعمل الواجب بتاعها بعد العشاء. Sometimes I help my brother and sister to do their homework. وساعات بيساعد أمها وأبوها في عمل أنا آسف ساعات بيساعد أخوها وأختها في عمل الواجب بتاعهم. Then I go to bed. بعد كده بتروح لي تسير أو تنام. تعال نحل شوية على الإكسرسايز. A space is a place where people go when they do something. مكان something wrong مكان بتروح فيه الناس لما بيعملوا شيء خطأ. برافو عليك اللي هو البريزون السجن. The metal road that a train travels on is a baseline. برافو حد سمع بيقول لي مصر اسمها ريلوي لاين اللي هو خط السكة الحديد. Space people are people without enough money. ناس معهمش فلوس كافية. برافو عليك اللي هو poor people. Number four. Space means beautiful and nice. حاجة معناها جميلة. يبقى attractive. برافو عليك. Very big means حاجة كبيرة معناها large. Very bad means حاجة سيئة بتعني terrible. برافو عليك ومعناها حاجة سيئة اللي هي الإجابة إيه الأولى. Number seven to give food to a person or an animal is to feed. إنك تطعم أو تدي أكل لحد أو لحيوان أو لشخص ده معناها feed معناها يطعم. Something we turn on or off to get water is a حاجة بنفتحها ونقفلها عشان نجيب منها مياه بتكون تاب. برافو عليك الحنفية. A space a room
with my sister. I share. أنا بأشارك الأوضة مع أختي. I like this. I enjoy traveling to new places. أو بحب أسافر أماكن كبيرة أو بستمتع بزيارة الأماكن الجديدة. يعني بحب الإيه؟ الأدفنتشرز أو المغامرات. إجابة رقم 11 مش مهم عليك ما تشغلش بالك بيها. She went to space because she killed the man. هو أو هي ذهبت إلى إن هي قتلت رجل، ذهبت إلى البريزون السجن. I went to the library to أو أنا ذهبت إلى المكتبة لكي I borrow some books أستلف أو أستعير بعض الإيه؟ الكتب. Life in there is quiet. الحياة في حاجة بتكون هادئة. Countryside reef. The young girl liked to. الأطفال الصغار بيحبوا feed. Feed chicken معناها إطعام الفرخ. هي الإجابة رقم C. I space my sandwiches with my friend علي. يبقى أي شيء بيشارك السندوتش بتاعه مع زميله مين؟ علي. I live in لا I live space my family in Cayo. مكررتش انا الجملة كويس يبقى with. I live with my family in Cayo. انا عايش مع عائلتي في القاهرة. I had some cakes with a انا يعني بتناول بعض او تناولت بعض الكيك مع a cup of tea فنجان من الشاي. طبعا عندنا هنا بقية الجمل بتاعك حاجة اسمها كان وكان. كان طبعا معناها يستطيع وبيتبعها الفعل في المصدر infinitive verb plus infinitive. وخدناه احنا صغيرين اما كلمة كان معناها لا يستطيع وهم من الافعال الناقصة وبيتبعها ايضا verb plus infinitive. I can speak English انا استطيع تحدث اللغة الانجليزية. But I can't speak French ولكن لا استطيع تحدث اللغة الفرنسية. كمان عندنا حاجة اسمها have و has got. ال have و ال has got معناها يمتلك. ال have بتروح مع الضمائر ال I وال they وال we وال you وال has بتروح مع he وال she وال it بنقول عليهم الضمائر المفرد. ولكن ال have و ال has ما بيجوش غير مع كلمة اسمها got. على سبيل المثال have you got a mobile؟ هل أنت امتلكت موبايل أو عندك موبايل؟ قال له yes I have أو no I haven't. تمام كده. المثال الثاني هاز علي جوت اجلاسز. هل علي جاب النضاره بتاعته او امتلك نضاره؟ يس هي هاز او نو هي هازنت. اخر حاجه عندنا كلمه اسمها شال. علمناك عليها ايه؟ شال بيستخدم للاقتراح ان انا بقترح على حد او بساعد حد. شال وي واتش فيلم. هل يمكننا مشاهده الفيلم مع بعضينا؟ Shall I carry the bag؟ ممكن أشيل عندك الشنطة بقسمها لأن أنا بقترح على حد حاجة أو عاوز أساعد حد بحاجة معينة. بتابعها برضه بفعل في إيه؟ في المصدر. طبعًا شرحت لك الجمل ده كان في المنهج عندك. تعال نحل عليه شوية. Number one space she got. خلاص بلاقي في كلمة got يا إما have يا إما has. يبقى طبعًا عشان she ناخد has. She can بيتبقى بفعل في المصدر تبقى read. Shall we؟ shall بيتبقى فعل في المصدر تبقى visit. She can't بيتبقى فعل في المصدر تبقى walk. Can a baby fly؟ هل يستطيع الطفل انه يطير؟ No a baby can't. طبعا كنت بقى في امتحان عندي. يعني طبعا no هننفي can تبقى can't. Have you؟ have بتاخد كلمة اسمها ايه برافو عليك زي ما حد بيقولها بتاخد كلمة اسمها got. She طبعا she هتاخد ال has. She has ان هو بعديها جايبة كلمة got. Number 8 not I carry you back shall. برافو كده. دي انا اخد فيها الشال مش هينفع ال have ولا has ما فيش كلمه اسمها got ومش هينفع طبعا ال are. Number 9 space he got. خلاص ما تكملش الجمله تبقى has بقى في كلمه got. هو من اسهل الجمل اللي موجود عندك السنه دي. She space see. She is blind. هي حاجه بتشوف هي عاميه او ما بتشوفش تبقى she can't. اوكي نمبر 1 هتبقى هنا بيقول لك ان دو داز غلط
سلمى جوت ا كار. طبعا مكان داز هنكتب هاز بدل في كلمه جوت. نمبر 2 نقط او سبيس يو جوت، خلاص بدل في كلمه جوت هتبقى هاف عشان كلمه يو، خلاص بدل في كلمه جوت، يا اما هاف يا اما هاز محفوظه. شال اي بيتبعها الفعل في المصدر تبقى هيلب فعل يساعد، هنشيل من الاي دي. كان شي ايضا كان بيتبعها الفعل في المصدر فهنشيل الاي ان جي من فعل كاتش مفيش. Have they مكان كلمة get تبقى got. Lesson 5 and 6 آخر كلمات في الوحدة. Lamp معناها مصباح. Basin حوض. Curtains ستائر. Wardrobe دولاب ملابس. Chest of drawers دولاب ذات الأدراج. Information معلومات. Mirror مرآة. Carpet سجاد. Armchair كرسي مسند. Floor أرضية. Socks شراب. جري لون رمادي. بيد روم حجرة النوم. بوك شيلف رف الكتب. ماتشز يطابق او تماشى مع. صوفا كنبة. باث روم حمام. كوشنز مخدات. وود خشب. فرنيتشر اساف اساس. اكسبنسيف غالي الثمن. نير باي قريب. بين فريند صديق مراسلة. وزاوت بدون. كورنر ركن او ناصية. covered مغطى. cupboard معناها دولاب. cupboard معناها دولاب. belong to يعني خص او ينتمي الى. believe يعتقد او يؤمن. floor قضية في عام في كلمات بتعالي تاني. metal معناها معدن. sunlight ضوء الشمس. clothes ملابس. nature طبيعة. reserves محميات طبيعية. خد بالك ان الكلمتين دول بيجوا على بعض اصلا. nature reserves معناها محميات طبيعية. downstairs الطابق السفلي. بريك راحة. طبعا الأفعال regular verbs read read make made till told break broke. طبعا read معناها يقرأ. make معناها يصنع. till معناها يخبر. وbreak معناها فصحى أو بيكسر أو راحة. طبعا reading بتاعنا بس أنا هنقرأ الأهم listening مش reading. My room is small. الأوضة بتاعتي صغيرة. خد بالك إن الـ reading والـ listening بتاع listen 5 و 6 من أهم الـ reading الموجود في الوحدة الأولى. وكمان عندنا الكلمات أيضا في الوحدة الأولى listen 5 و 6 من أهم الكلمات الموجودة في الوحدة الأولى. ناخد بالنا منها جامد جدا. My room is small but it's really attractive. أوضتي صغيرة جدا ولكن هي جذابة وجميلة. I have a lamp on a bookshelf next to my bed so I can read at night. هو عنده لمبة حاططها على رف الكتب عشان يعرف يقرأ بالليل. I have a wardrobe with a mirror on the front of the front. كمان عنده دولاب ملابس في مراية في قدامها او عليها. And my desk is under the window والمكتب بتاعه تحت الايه الشباك. Do you like my curtains؟ هل انت حابب الستاير بتاعتي؟ The color matches with the carpet. السجاد متماشي مع الستائر نفس اللون يعني. The best thing about my room is the sofa. كمان احسن حاجة عنده في الاوضة هي الكنبة. I can sit there and read or watch videos on my computer. وإنه بيقرأ عليها وبيقرأ أو بيشاهد الفيديوهات الكمبيوتر بتاعه. My bedroom is under the window. There are cushions on it. Sometimes I sleep with the curtains open because I like to look out of the window. هو السرير بتاعه تحت الشباك وكمان عليه مخدات. احيانا بيحب ينام والستائر مفتوحه علشان يخش هواء او يبص منه. I have got lots of books. عنده العديد من الكتب. And I like to sit and read in the big armchair. كمان هو بيحب يقعد ويقرا على او عنده العديد من الكتب بيحب يقعد يقرا ويقعد على الايه الارمتشير الكرسي مثلا. I keep some clothes in the chest of drawers. كمان بيحتفظ بالملابس بتاعته في خزانة أدراج.
Our bathroom is downstairs. كمان الحمام بتاعهم بيكون في الطابق السفلي أو تحت. But I have a basin in my room. هو عنده حوض في الأوضة بتاعته. Where I can wash my face before I go to bed. إن هو بيغسل في وشه قبل ما يروح للسرير بتاعه. هنحل شوية. And what gave us light at home. هي حاجة بتدينا light النور. برافو عليك، يبقى اللمب. In my room في الأوضة بتاعتي. I have a small space to wash my hands. حاجة بحط بغسل فيها إيدي and face وجهي. برافو عليك، يبقى اللي هو الحوض بيزن الحوض. There is a space of drawers. خلاص عرفناها اسمها chest، اللي هي خزانة الأدراج. People use، الناس بيستخدموا a space so that they can see themselves. بيشوفوا حاجة بيسموها عشان يشوفوا فيها أنفسهم. برافو عليك، اللي هي المرآة الميرور. Number 5 space are put on windows to stop light. حاجة بنحطها على الشباك نوقف بيها الإضاءة. برافو عليك، كاتنز الستائر. He can't walk after the accident. هو ما بيعرفش يمشي بعد الحادثة. So he used an، طبعا هنا كلمة armchair غلط، المفروض كلمة اسمها wheelchair، الكرسي المتحرك، بس هي الحتة هنا فيها مشكلة. Number 7 Although my room is small، على الرغم من ان اوضتي صغيرة، it is attractive، على الرغم ان هي كده جذابة. This mobile belongs to my sister، تنتمي الى او بتاع اختي. We have beautiful، احنا عندنا حاجة جميلة. At home it is new، هي جديدة. We have beautiful furniture، عنده أساس جديد. الفيوم has beautiful natural reserves، فيوم فيها محميات طبيعية. There is a big space on my floor، حاجة هتكون على الأرضية، يبقى كاربت السجادة. His space، يعني الجملة دي مش هتفيدك أوي، تعالى ناخد في الجملة اللي بعديها. You must space a ticket to get or to go onto. طبعا هسيب لك بقى ستودنتس بوك ورك بوك انت تحل فيهم وتكمل بقية حلك. وبكده احنا انتهينا من الوحدة الأولى أو يونت 1 للصف الثاني إعدادي. رجعنا على ليسن 1 و 2، ليسن 3 4 5 6، وانتهينا كمان من الجمل بتاعك بيزن سيمبل، كان وكانت، هاف وهاز جوت وشال. كده عملنا مراجعة كاملة. ده طبعا التيست انت حله واجب في البيت. See you later. Good boy.